في دعاء بين السجدتين غالب الناس مش واخده بالها منه. الدعاء ده لو انت عايز رزق في الدعاء ده، لو عايز تتجوز في الدعاء ده، لو عايز ربنا سبحانه وتعالى يوفقك في الدنيا في الدعاء ده، لو عايز ربنا سبحانه وتعالى يوفقك في الآخرة ويدخلك الجنة موجود في الدعاء ده. الدعاء ده مكون من 7 كلمات بيجمع للإنسان خيري الدنيا والآخرة. سيدنا ابن عباس بيقول لك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على 7 كلمات في الدعاء. الدعاء ده بيتقال بين السجدتين، يعني تسجد سجدة وتقوم ما بتقعدش ساكت، انت بتقول الدعاء ده. طب هل الدعاء ده ايه؟ الدعاء ده مكون من 7 كلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وعافني وارزقني واهدني وارفعني. 7 كلمات بيجمعوا لك خير الدنيا والآخرة، فبقدر الإمكان حافظ عليهم، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهن يجمعن خيري الدنيا والآخرة.